طب حضرتك اكتشفت الحادث امتى؟ اكتشفت الحادث ازاي؟ اتبلغت بالخبر ازاي؟ طبعا المستشفى المنشرة بالتليفون، متابعين مع حضرتك بالتليفونات، التليفونات اتقطعت. لكن هما لا قدر الله كان في بينهم اي مشاكل او لا اي لا 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 لا، نزع الخلق. انت بتطالب بايه؟ بتطالب بايه؟ بطالب باسرع وقت السيد رئيس الجمهوريه، دول يعتبروا مولاد. ولا بنسى ولا لا اصل ما كانش لسه الخبر طلع عندي هنا يوم الجمعه ومتغديه معايا يعني. وكان في مثلا كانت تعبانه متضايقه، هي كانت اتعرفت على جوزها ازاي؟ اتعرفت عليه وهي كانت واقفه في محل والدها، اتعرفت عليه كان وهو في الايام في محل واقفه مع والدها محل ادوات منزليه. لكن علاقتهم كانت كويسه مع بعض وحالتهم الماديه، حالتهم الماديه حلوه جدا، ولادها علاقتهم كويسه، هو كان حنين على العيال. طب انتوا ترجعوا مين اللي يكون عمل كده؟ هو ليه اعداء بمعنى اصح؟ اعداء ازاي بمعنى ايه؟ مشفناش ليه اهل، بس هو في ما نعرفش في ايه، هو الاعداد اللي جات له دي احنا ما نعرفش. هي كانت كلمات جت هنا يوم الجمعه عند والدينا، وجت قعدت عندنا، جت الساعه 6 مش 9 بالليل، مفيش هي مكلماني حلو ومفيش اي حاجه. طلبت مني يوم اللي قبل ما يحصل، يوم الحادثه قبل ما يحصل كانت طلبت مني انها تجي اقضي معايا يوم، فبقول لها في حاجه؟ قالت لي تعالى اقضي معايا يوم عشان حاسه ان انا مخنوقه. ولا المخنوقه مالك؟ قالت لي تعالى اقضي معايا يوم. من ساعتها هي الساعة 12 جيت اتصلت بقى بالليل ما ردتش عليا، تليفونها كان مقفول، مش هوعدها ان التليفون يبقى مقفول. تليفونها يوم الحادثة ده يوم الاثنين بقى اتصلت الساعة 12 بالليل؟ اتصلت بيها لاخر النهار. لكن هي ما كانت معاكم يوم الجمعة؟ ما كان في أي حاجة؟ لا 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 لا، كانت جاية حلوة مفيش أي حاجة، وقعدت معانا يوم حلو، جت ساعتين بالظبط مش. كانت هي ولادها ولا لا؟ هي ولادها. طب هي متجوزة بقى لها قد إيه؟ بقى لها كانوا عيال وخالهم اتاخدوا مني غدر. لا دمك كانوا عيالي وخالهم اتاخدوا مني غدر.